للحديث عن المشهد الليبي معنا من اسطنبول الكاتب الصحفي الليبي الأستاذ نعيم العشيبي. أستاذ نعيم، بداية مرحبا بك. وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر أكدوا أن لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا. أين صدى ذلك على الأرض وعلى المعارك الدائرة؟ بداية أنا أستاذ نعيم، حقيقة هي لا تعدو كونها تصريحات سبقتها قبلها تصريحات ايضا من المجتمع الدولي ودول الغرب ودول اوروبا ايضا، ولكن كل هذا لا يعدو كونه تصريحات، وان الامر هو مستمر على الارض في القتال وهجوم حفتر وتقدمه ومستقبل حكومه الوفاق. يعني المشكله في نظري او الواضح في نظري بان المجتمع الدولي تحديدا لا، يعني هناك رغبه مبطنه لاستمرار يعني هذا الصراع في ليبيا. هل تسمعني؟ ألو؟ نعم أسمعك، تفضل. طيب. الصوت غير واضح. نعم تفضل أخي أستاذ نعيم. أنا ما أريد أن أقوله بأن المجتمع الدولي لديه رغبة مبطنة لاستمرار الصراع في ليبيا أو لغلبة طرف ربما وإثبات وجود طرف دون آخر حتى يستطيع التوصل إلى حلول ربما معه. نحن رأينا دولا تصرح بعدم يعني دعوة إلى الحوار ولا ترى إلا الحل السلمي. ما هي السبل المتاحة لدول الجوار الليبي لنزع فتيل الصراع في ليبيا؟ اليوم الظاهر يعني في المشهد الليبي بأنه هناك حالة من التحشيد، حالة من استمرار الصراع. الأطراف الليبية كونها للأسف الشديد ما يحصل في ليبيا هي حرب بالوكالة. هناك دول ترغب في هذا الصراع وبالتالي تدعم فيه دعما مباشرا، وهو ما يزيد من حدة الأزمة واستمرارها ما لم تكن هناك رغبة حقيقية لوقف الاقتتال وإلزام حقيقي من المجتمع الدولي لجلوس أو تجليس الليبيين على طاولة الحوار. حكومة الوفاق رحبت بحوار مباشر مع ممثلي المنطقة الشرقية بعيدا عن حفتر، إلى أي مدى يمكن تطبيق هذا الأمر على الأرض؟ أغرب من هذه يعني من هذه طرح لدى حكومة الوفاق. من يأتي إليك هو حفتر بكتائبه التي من غرب ليبيا، كما نعرف أن برقة ليست هي التي تهجم بكاملها على طرابلس، إنما حفتر يأتي بتشكيلات وكتائب مسلحة من الغرب، وهناك أيضا كتائب من الشرق ولكن لا تمثل يعني كامل برقة مثل هذه الكتائب. شكرا لك. نعتذر لعدم وضوح الصوت من المصدر أستاذ نعيم العشيبي الكاتب الصحفي الليبي، كنت معنا من اسطنبول. شكرا لك.